يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، احييكم في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم فرحه وطن. طبعا هذا البرنامج برنامج متميز يسلط الضوء على انجازات الابطال ابنائنا ابناء الوطن وطن النهار طبعا في شتى الرياضات الفرديه والجماعيه، وراح نستعرض لكم ان شاء الله انجازاتهم المشرفه اللي كانت في اسم الكويت الغاليه. اليوم حلقتنا مميزه مع ابطالنا المتميزين اللي تحدوا الصعاب وفي العزيمة طبعا والإصرار وحققوا ما كل ما نتمنى احنا ككويتيين وكل من عايش في ديرتنا الكويت الحبيبة. طبعا حصدوا ما شاء الله ميداليات ملونة من ذهب وفضة وبرونز. طبعا البطولة الأخيرة كانت البطولة المفتوحة للمصارعة في المملكة العربية السعودية، تحياتي لكل أهل المملكة. طبعا دائما يرفعون راسنا يرفعون علم الكويت في جميع المحافل. باسمي واسمكم مشاهدينا الكرام ارحب في ضيوفي الكرام، طبعا محمد العجمي مساك الله بالخير. يا هلا مساء النور، الله يعافيك. محمد جاسم مساء الخير، يا حي الله من يانا نور مكاننا. مساء النور، الله يسلمك، مشكورين. محمد ايضا يعطيك الصحه والعافيه. محمد الصايق الله يعافيك ويحفظك وما قصرت. هدوءك يعطي بطوله جديده. عسى الله يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله. احنا راح نسولف اكثر واكثر باذن الله ان شاء الله، ولكن بنروح نشوف هذا الفاصل راح نرجع نتواصل إن شاء الله. ونروح وياكم أعزائي المشاهدين نشوف هذا التقرير أو هذا الفاصل الجميل عن هذه اللعبة أو هذه الرياضة المتميزة، وراح نرجع نسولف في الاستديو المتميز. ديرة تستاهل شعب، ما عنده شيء اسمه صعب، يموت ولا يفقد الأمل. بالإرادة والعزيمة والتحدي سجل أبطال منتخب الكويت الوطني للمصارعة الحرة إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات الرياضة الكويتية في الألعاب الفردية، حيث تمكن أزرق المصارعة من تحقيق 3 ميداليات متنوعة في البطولة المفتوحة للمصارعة والتي احتضنتها مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية. وتمكن البطل محمد العجمي من انتزاع الميدالية الذهبية لوزن 65 كيلوغرام، فيما حصد المتألق محمد جاسم الميدالية الفضية لوزن 70 كيلوغرام، بينما تمكن النجم عبدالله نبيل من حصد برونزية وزن 74 كيلوغرام. فتحية كبيرة لهؤلاء الأبطال الذين حققوا نتائج مثمرة، رافعين بذلك علم البلاد عاليا في كل محفل يسجلون أسماءهم فيه من أجل رفعة الكويت والارتقاء أكثر فأكثر بسمعتها الرياضية. بدينا باسم الله ترى يا كويتي من جد وجد، يا مشعل قادمي بالفعل انتم منورين، عسى الله يحفظكم ان شاء الله. وهذه الساعه المباركه وتشرف وجود ابطال مثلكم، عسى الله يحفظكم ان شاء الله ويكثر من امثالكم، ونستمتع لما نشوف عيال الكويت يقدمون هذه الرياضه الجميله وهذه الرياضه اللي فيها قوه وفيها اجتهاد وفيها الامانه تحدي وصراع كبير. عسى الله يحفظكم ان شاء الله. محمد العجمي انا ببدا وياك الامانه، تفضل. بما انك يقول لك لازم تبدا من اليمين ان شاء الله. عسى الله يحفظك ان شاء الله. من اهل اليمين ان شاء الله. اي والله عسى الله يحفظكم. طبعا اخر بطوله كانت في المملكه العربيه السعوديه بالدمام، في منطقه الدمام تحديدا. ما شاء الله مصارعة حره وفي وزن 65. اي تكلمني عن هذا الانجاز. هذا وزني المعتاد 65، احيانا 63 او 63. والبطولات العالمية والتأهيل الأولمبي 60. ما شاء الله. تكون أصعب، طيح وزن نلعب على 60. ما شاء الله. اللهم لك الحمد. خذيت اللهم الحمد الذهبية. نعم. بطولة الدمام اللهم لك الحمد. ما شاء الله. إخواني الذهب ما يبي إلا الذهب. اللهم لك الحمد. يعطيك العافية. الله يحفظك. كان البطولة الأمانة أولاً يعطيكم العافية على الاستضافة الحلوة هذه. الساعة المباركة. وكذلك الاتحاد السعودي أنه استضافنا ولعبنا البطولة، اللهم لك الحمد. بدعم من اللجنة الأولمبية. نعم. والحمد لله كان ميداليات منوعة ذهبية. ما شاء الله. محمد ما شاء الله فضية. ما شاء الله. محمد ميدالية وصل قبل النهائي، ميدالية البرونزية اللهم لك الحمد. ما شاء الله. كان البطولة من أحلى البطولات للأمانة، كان عددنا ما شاء الله وايد بالبطولة. تميزنا بالبطولة الحمد لله. ما شاء الله. يعني لو أن في عدد شوي ويانا 5 لاعبين ويانا كان خذينا الأول، اللهم لك الحمد. ما شاء الله. بشكل عام على السعوديين كلهم اللهم لك الحمد. ما شاء الله. الأجواء البطولة شلون كانت؟
ما شاء الله عدد اللاعبين السعوديين ما شاء الله عددهم وايد، يمكن 150 لاعب شباب، يمكن عددهم ما شاء الله خيالي ما شاء الله. يمكن كنا 6 لاعبين او 7 لاعبين هناك كويتيين، اللهم لك الحمد تميزنا اللهم لك الحمد ما شاء الله. اللي قام يتكلم بالبطوله عن اللاعبين الكويتيين. نعم الحمد لله. يعني صاحب الفضه محمد جاسم يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. يعني يمكن مرات تكون فضيه بس بطعم ذهبيه صح؟ إيه؟ انا هذا الاحساس اللي قاعد اشوفه لما قاعد يتكلم محمد، فحسيت منك انه يعني هذا شلون كانت اجواء البطوله ومنو اللي خذها منك الاول؟ اجواء البطوله كانت اسمه قال اخوي محمد عجمي، بطوله منافسه نعم مزدحمه فيها لاعبين وايد خصوصا في الاوزان هذه 70 65 هذيل نعم. يعني اساس العاده اساس توصل النهائي تلعب مبارتين كذي، اذا تلعب 3 مباريات وفوق يعني على قولتهم بالانجليزي ستاكت يعني زحمه. جميل. اي ف اساس اوصل النهائي اضطريت اني افوز بثلاث مباريات. ف اوكي 3 مباريات علشان توصل النهائي. النهائي الرابع كان يعني مشوار. وميداليه لها طعم يعني بسبه الثلاث انتصارات هذه. النهائي اللي خذاه مني لاعب منتخب السعودي كان نقاط يعني كانت مباراة قريبة يعني كنت مسيطر فيها بس يعني خاني التعب. نعم. آخر شيء هذا يايات إن شاء الله تكون أفضل إن شاء الله. لا أنتوا أبطال ما يخاف عليكم. أبدع محمد بالبطولة الأمانة. أي والله محمد والشباب أبدعوا بالبطولة كلكم مبدعين إن شاء الله. أيضا عندنا بطل متميز بطل في القلب أنت أسألك إن شاء الله يعني محمد صايغ. يمكن شلون كانت البطولة شلون كانت المنافسة؟ هل يعني تعبت ولكن ما حصلت صح؟ الجاي ان شاء الله راح يكون افضل. انا يعني اول شيء احب اشكركم دائما سباقين يعني الامانه واجب الثالثه في استضافه اللاعبين الالعاب الفرديه المظلومين اعلاميا الاماكن الثانيه، لكن يعني دائما انت سباقين مع اللاعبين ومع الرياضيين بشكل عام يعني. الله يحفظك هذا واجب. الله يحفظك. بالنسبه للبطوله هذه يعني طبعا ما اسميها سوء حظ، انا لاعب اصاباتي وايد يعرفون الشباب. اي فحاشني خلع في الكتف قبل البطوله في اسبوع بالضبط. سلامات ان شاء الله. الله يسلمك حظك. طبعا لعبت على الاصابه بس الحمد لله يعني فزت اول مباراه بس كان في بعدها المباراه الثانيه للاسف يعني. يعني ما شاء الله محمد انتم يعني الحلو بالموضوع ان كلكم محمد اسال الله يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله. يعني ما في شك بطوله وفي السعوديه في المملكه العربيه السعوديه يعني اكيد راح يكون لها يعني قيمه وثمن للامانه وشيء متميز. انتم يعني ما شاء الله يعني منضمين حق منتخب الكويت اي الاولمبي نقول اي او في البطولات الاولمبيه صح. اي يعني وين قاعد تتمرنون؟ كم ساعه قاعد تتمرنون عشان انتم قاعد تجيبون انجازات يعني ذهب وفضه ويعني اتوقع لو مو محمد صايغ لو مو كتفه متعود يمكن يجيب اهم. صحيح الاصابه كانت صعبه حيل، كان وياي إيه؟ محمد نلعب والاصابه صارت اذا حلو شوف هذا 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 الحب والاخوه مره مع بعض ودائما اصابات تصير. واحد من اخواني محمد اغلب اصاباته وياي سبحان الله. لا اله الا الله. يعني قبل البطولة باسبوع بس اسبوع واحد انصاب. إيه؟ نلعب تسخين نعم انخلع كتفه. اي الحمد لله. بس الحين ان شاء الله الامور طيبه. لا الحمد لله. ويعني للامانه انا اشكر اللجنه الاولمبيه والشيخ مبارك فيصل نواف مهتم فينا في الامور الصحيه واصاباتنا يعني الحمد لله. الاستاذ نواف اداري في ولا اي نواف تقصده؟ نعم شيخ الشيخ مضاعك فيصل ابو فيصل. اي شيخ ابو فيصل. والنعم والنعم. إيه إيه مباشر عنه يعني دائما ورا كل بطوله يلتقي فينا الامانه تواصل شخصي ويانا. إيه؟ تواصل دعم كل شيء كل شيء اي شيء نحتاجه يوفر لنا حتى اصاباتنا العلاج الامور هذه انسان ما شاء الله عليه للامانه ما يقصر. اي الله يخلي لكم. الله يعافيك. الله يخليك. لا اسال الله يحفظكم ان شاء الله. الامانه يعني انجازاتكم واضحه وانتم رياضيين ويعني لما نتكلم عن منتخب الكويت للمصارعه انا عن نفسي مستمتع ان اقابل اول مره في حياتي ضيوف من المصارعه. الله يخليك. محمد يعني بتكلم عن موضوع المصارعه بشكل عام يعني فيها قوه ولا عنف ولا كسر ناس في بعض التكسيره يعني اللعبه تحتاج قوه ولياقه
بس تحتاج فنيات عالية حيل. نعم. يعني أنا حتى الشباب يعرفوني من اللاعبين اللي يعتمد على الفن يعني أكثر من القوة. نعم. السرعات، الخدع، السوالف هاي دائما أحط بلان. يعني المباراة 6 دقائق أرسمها بمخي، أشوف جسم اللاعب قبل ألعب وياه، أشوف مثلاً متى أدش عليه متى ما أدش عليه. يعني يمكن أكون فايز عليه مسيطر أول شيء بعدين يقوم يحفظ لعبي وبعدين، فلازم يعني مثل تاكتكس. جميل. هذه أنا اعتبرها فراسة، إن تكون عارف اللي قدامك وعارف شلون طريقة جسمه وحركة إيده وحركة لعبته. وأكيد تتابعون اللي اللاعبين اللي تبارونهم من خلال اليوتيوب، من خلال أو بالبطولة نفسها، يعني أثناء البطولة بالجدول اللي مثلا الفائز من هذيل حيلعب معك بعدين، تشوفهم شو يتحركون يسوون. إيش كثر مهم التكنيك هذا مال اللاعب، إنك تعرف هو مثلا هني هو قوي هني هو ضعيف، ترصد نقاط ضعفه وكذي. في لاعبين مهاجمين هذا تلعب أنت تلعب معهم يعني in your own game. إيه؟ إذا هو دائما يهاجم تقوم أنت كلا تهاجم عليه، يصير هو بدفاع وهذه مو لعبته. هني أنت هو قاعد يلعب خارج نطاق لعبته، هني هو بنقطة الضعف. كذي في لاعبين غير مدافعين صح يبي ينطرك بس الدش كذي بالضبط. انتقل حق محمد العجمي. محمد العجمي يعني يعني يقول لك الذهب ما يبلى الذهب. اللهم لك إن شاء الله. أهم المحطات اللي مريت عليها في 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 هذه في هذه اللعبة الجميلة والقوية والعنيفة. والله ما فيها عنف. ما فيها عنف. وايد بالعكس، اللعبة كلها تعتمد على الدهاء والذكاء. حلو. يعني حسب يكون اللاعب قوي حيل ويفوز عليه لاعب متمكن ذكي. يتفضل. يلعب على الدهاء. يتحكم بالفايت مع اللاعب. يستغل نقاط الضعف. حلو. يصيد أخطاء اللاعب. نفس ما قال أخوي محمد. أي اللاعب كله دفاع. حلو يعني هذا. أنا أعكس الخطة اللي عندي. حلو. إيه؟ يعني هذا 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 بحد ذاته بروحه تعب. طبعا ايه تعب. تعب نفسي. تعب نفسي. أيوه. قبل في العاب نلعبها بدني ذهني، تنشط المخ مع العضل. هني تتحكم باللاعب، تتحكم بالفايت. هو يبي يلعب دفاع، لا انا اعكس الخطه كلها على اللاعب. فاتحكم انا بالفايت، افوز على اللاعب. حلو. هذا هذا اللي لمسته بالنهايه. ايه النهايه عندي كان خلاص اول ميداليه ذهبيه بحياتي، اللهم لك الحمد. كان الاولى لها طعم مختلف. يعني هذا مو الاولى، هذه أول ميدالية ذهبية. أول ميدالية ذهبية عندي فضية الحمد لله. ما شاء عندي الله. ثالث تصنيف عالمي على مستوى العالم، اللهم لك الحمد. نعم. نفس ما قالوا الشباب، أنا يعني وعدت الشباب بالذهبية الحمد لله قبل الفايت، الحمد لله خذينا الذهبية اللهم لك الحمد. أنت وقدها ودود إن شاء الله. اللهم لك الحمد إن شاء الله. صايق بروح وياك على موضوع الصعوبات والمنافسة في البطولة، شلون كانت وياك؟ طبعا البطولة أنا شاركت بآخر فترة بطولتين في الرياض وفي الدمام. حلو. يعني أول لعبة لعبتها فكنت مع لاعب المنتخب القطري. نعم. هو طبعا لاعب خبرة لاحق على مدربي، يعني لاعب مع مدربي والحين لاعب وياي. صح. ما شاء الله لاعب خبرة، لاعب كبير يعني أصول روسية. يعني الأمانة استفدت منه، وكل مشاركة كل احتكاك لنا يعني فايدة لنا. أخواني طبعا محمد فهاد ومحمد عبد الكريم يعني قبلي في اللعبة، فهم أول اثنين شاركوا. إحنا انضمينا تالي. إيه؟ والحمد لله يعني كمنتخب الكويت على المدة القصيرة اللي منتخبات سابقتنا يعني 10-20 سنة يعني أرقامنا الحمد لله قياسية. الأداء المنتخب كله يعني الكل منبهر من أداء منتخب الكويت. صحيح. إن مع أنه عمره قصير يعني بس. إيه؟ الحمد لله يعني. يمكن ما حالفك الحظ في المرة هذه، إن شاء الله في المرات القادمة تكون يعني تقدم شيء أفضل. شنو طموحك؟ وين ودك توصل في هذه اللعبة؟ والله طموحي أكيد يعني كل رياضي يطمح حق الأولمبيات أكيد، يعني كطموح أعلى يعني. إيه؟ في محطات هي تأهلك الأولمبيات. في بطولات إن شاء الله جاية، عندنا بطولة قريبة. نعم. طبعا التمرين هو راح يكون ليل نهار إن شاء الله، ويسوي كل اللي علينا. نتمنى يعني إن شاء الله البطولة الجاية، في بطولة تركيا بطولة التصنيف العالمي اللي أخوي محمد خذ فيها ثالث. نعم. فيها ثالث بطولة التصنيف العالمي، هذه إن شاء الله راح تكون بطولة قوية جدا بتركيا بعد تقريبا شهر ونص. إن شاء الله يعني إن شاء الله حقق فيها مركز إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. بعدها المحطات يعني كذا الموسم يبلش بعدها إن شاء الله. صحيح. محمد يعني الفضية ما ودتك إلى تركيا؟ بلى إن شاء الله مشارك فيها. راح تشارك. شلون راح تم تجهيزاتك حق هذه البطولة؟ إحنا حاليا قاعد أجهز الحين بالكويت مع الشباب. إيه؟ وراح أكمل تجهيزي في طهران في إيران،
راح نعسكر هناك 3 أسابيع إن شاء الله. أوكي. كلنا. وبعدين. ثلاثتكم. كل المعسكر. يعني في ندسك فقاعد تعالج شوي. إيه. في ندسك يا صاحبي. سلامات إن شاء الله. إن شاء الله حق على البطولات اللي جاية إن شاء الله. إيه إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل محمد. إيه تالي إن شاء الله روح تركيا بعدها وإن شاء الله حكون زاهبين. حلو. عادة تجهيزاتكم تكون يعني بس بالنادي ولا في تمارين مكثفة وعلى يعني على كم فتراتكم يعني مثلا هل بس صباحا مثلا ولا صباحا ومساء ولا كم يوم بالأسبوع؟ يعني بالأسبوع 7 أيام وست أيام تمرن، 3 منهم مرتين باليوم، 3 منهم مرة باليوم. حلو. مرة باليوم على قولة التمرين يعني خفيف يكون بس تركيز تكنيكس وكذي ودراسة، ويوم ويومين تمرين يوم مرة بالأسبوع بس دسم. يوم بالاسبوع انا اروح فوق الكويت مثل في جبل اي اركض فيه حق تحمل يعني بالشتاء بس بالصيف صعب. اوكي. اي والله ما اعرف اسم المنطقه بس ساعه يعني ساعه درب اي يا العبدلي يا مطلعه مطلع ما بين تقع صبيه اي اوكي ف اي يعني هذا يسوونه الدول عندهم غابات وجبال وكذي المصارعين دائما منعزلين المنتخب مصارع مثل في الدول دائما يكون ساعه من السيتي حق هالأمور هاي تفيد. جميل. تعلمناها من الروسيين وهذيل. جميل. فهاي تجهيزي الحالي بالكويت، هذه تجهيزات داخلية دائما أركز في الجيم والركض وهم بالنادي. لما نطلع برا نعسكر بس نلعب مصارعة أكثر شيء لأن نستفيد منهم يعني يكون إحنا خالصين التجهيز الفتنس هذا. جميل. جميل. إحنا سوالف وياكم حلوة. الله يحفظكم إن شاء الله كلكم أبطال إن شاء الله. علشان كذي يعني فريق العمل قالوا خلينا نجهز لهم أغنية حلوة نسمعها إحنا وياكم وراح نرجع إن شاء الله نسولف. نسمع الأغنية أعزائي المشاهدين راح نرجع نسولف مع الأبطال المتواجدين معنا. دولة ما تنحني لا فيها رجال تحبها وإحنا معها كلنا الغلاها جينا الكويت دولة ما تنحني لا فيها رجال تحبها واحنا معها كلنا الغلاها جينا نغني بحبها هنا هنا أصبح المجد هنا عاد يشدو بالغنى صوت وغنى لنا رجعنا معكم أعزائي المشاهدين في فرحة وطن اليوم. فرحة الوطن تتكلم عن 3 أبطال لاعبين منتخب الكويت مصارعة. الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك. وأنا سعيد جدا في وجودكم الأمانة. الله يعطيكم الصحة والعافية. يعني محمد العجمي ودي أعرف منك شلون شايف اهتمام في هذه اللعبة لعبة المصارعة في ديرتنا الكويت الحبيبة. إن شاء الله نفس اليوم الأخوة الطيب هذا. نبي زيادة الدعم المعنوي. نعم. الدعم الإعلامي. نعم. يكون في إقبال من الشباب من فئة الناشئين. جميل. يكون من مختلف الفئات مو بس فئتنا ما شاء الله كلنا فوق 25 ما شاء الله. إيه. فنبي ناشئين يتعلمون يلعبون ويانا. نعم. هم يستفيدون وحنا نستفيد. صحيح. فئة الشباب كذلك يكون في عندنا قاعدة أساسية يكون في عدد ما شاء الله أغلب المنتخبات أو الاتحادات عندهم ما شاء الله فوق 150 لاعب. نعم. نبي كذلك يكون بالأندية يكون في دعم من الأندية. نعم. يكون بكل نادي في عدد من اللاعبين نسوي منافسات داخلية مع بعض كل منافسات. حلو. الاحتكاك هذا يزيد التنافس يزيد المستوى اللعبة ما بين اللاعبين. نبي كذلك هو يعني شوف الدعم الإعلامي يمكن أهم شيء باللعبة ما شاء الله.
تستاهل نفس اليوم والله سعدتونا بالاستضافة هذه. هذا أقل واجب والله يعني يعني إحنا يعني للأمانة القناة الرياضية وكل من يعمل في هذه القناة الجميلة إن شاء الله نوجه لهم تحية. أنا معاك موجه لهم تحية يستاهلون تحية هم يعني مهتمين في كل لاعب وكل شخص رياضي في ديرة الكويت الحبيبة مثل البلد ما مثل البلد بطل في الكويت بطل محلي بطل دولي لازم يكون له بصمة في استديوهات القناة الرياضية. الصايغ بروح وياك حق موضوع القوانين قوانين اللعبة كم حكم فيها وشلون طريقة اللعبة؟ هو في المصارعة نفسها يعني تنقسم قسمين رومانية وحرة. حلو. اللي هي الجريكو رومان والفريستايل. الرومانية مسموح تستخدم الجزء العلوي من الجسم بس يعني من فوق الخصر ممنوع تستخدم الريل. طبعا هي يعني لعبة قديمة جدا يمكن أقدم لعبة في التاريخ. والحرة لا مسموح تستخدم الجسم كامل بما فيه الريول وهذا هذا الفرق في القوانين. أوكي. ونفس الوقت يكون في حكم موجود على البساط واربع حكام برا. فاي شيء يعني مثلا لقطه نفس الفار شلون مع الكره في عند في أيوة. كاميرا ويرجعون حق الفار إيه البي ار تقريبا يعني نفس الفار يرجعون حتى في خطا تحكيمي او شيء يرجعوا له. حلو. ويعني القوانين هي قريبه على قوانين لعبه الجودو تقريبا بس اكيد في اختلاف يعني اختلاف بسيط. حلو. محمد شلون شايف اللعبه يعني واهتمام اهتمام اهتمام الديره ديرتنا الكويت الحبيبه في هذه اللعبه هل يعني تحتاجون الى يعني مثل ما تفضل محمد دعم معين هل تحتاجون تنظيم معين هل تحتاجون طريقه معينه ترفع من 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 يعني اهتمامكم انتم في هذه اللعبه؟ يعطيهم العافية اللجنة الأولمبية ما قصروا يعني ولا شيء من ناحية توفير لنا مكان معدات تمرين تجهيزات داخلية معسكرات خارجية مشاركات من جميع النواحي والشعب الحين بدأ يطلع حق اللعبة يعني الحين لما نقول مصارعة يعرفون مصارعة المحترفين اللي WWE وهذيل ويعرفون المصارعة الحرة والرومانية أول من 10 سنين كل الناس ما تدري فاللعبة الحين قامت تدخل بالكويت حتى واحد ما يمارسها بس يعرف هي شنو صحيح وهذا الجانب يعني من الشعب ومن جانب اللجنة يعني ما قلت هم قصرين يمكن لو نحتاج شيء زيادة مدربين يعاونون المدربين الموجودين نعم في تجهيزنا وهم بعد في تكوين فئة الأطفال نفس ما قال أخوي محمد الأطفال والناشئين والأشياء هذه بس نعم. محمد شو الفرق بين الرومانية المصارعة الرومانية والمصارعة إيه نفس ما قال الصايغ إيه؟ هو المستوى يكون بس فوق نفس لأن الخصم هذا اللي اختلاف ما بينهم الحمد لله أنا ألعب اللعبتين اللهم لك الحمد عندي 3 ميداليات بطل يعني اللاعب الوحيد اللي هني ما شاء الله ترى بآخر بطولة ما تسجل عليه ولا نقطة يعني هذا مباراة ورئيس التعاد سعودي يونس شايفين لنا أنت ولا نقطة يعني 4-5 مباريات ما تسجلت نقطة عليه يعني على هذا يعني في وايد ناس ما تدري يعني بالمستوى إيه؟ ما شاء الله اللي قدمه إيه نعم الحمد لله إيه نعم يعطيك العافيه الله يعافيك احنا بنروح وياكم ابطالنا ناخذ اتصال الى يعني الـ 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 يعني الشيخ الـ 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 فيصل النواف الاحمد فيصل يعني وجهه تحيه مساك الله بالخير شيخ تسمعنا مساك الله بالخير اخوي عبد الله الله يطول بعمرك هذه الساعه المباركه نسمع صوتك أمسي عليك بالخير وعلى مشاهدينك الكرام وعلى أبطالنا محمد العجمي ومحمد عبد الكريم ومحمد الله يسلمك إن شاء الله الله يحفظك إن شاء الله ويطول بعمرك يعني شيخ يعني ما شاء الله إنجازات الشباب لأمانة مشرفة وأنت قايد هذا الشرف عسى الله يحفظك ويطول بعمرك يعني شلون شايف الشباب وإنجازاتهم هل مكفين وموفين ولا يحتاجون أكثر؟ ألف الحمد لله يا رب على هذه الإنجازات للأمانة إحنا من أنشأنا هذه اللجنة من سنة 2019 لما تم تكليفي من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية نعم. على الإشراف على 25 لجنة رياضية اللي هم الرياضات اللي ما لهم اتحاد في الكويت أي رياضة نعم. ما لها اتحاد في الكويت تصير لجنة منبثقة من اللجنة الأولمبية الكويتية نعم. واحدة منهم المصارعة وتركيزي عليها اليوم جميل. هذه لعبة أولمبية إن شاء الله
وانا اشوف لهم يعني مستقبل الابطال اللي موجودين معك في الاستوديو. وان شاء الله راح يشرفون ويرفعون علم الكويت في الاولمبيات القادمه باذن الله باذن الله تسهل. وطبعا عندنا بطولات كثيره جايه الحين اللي هي الاسيويه والصالات المقلقه وبطوله الاسياد، ان شاء الله لهم اللي يحالفهم الحظ ان يشاركون فيها. نعم. وابارك لهم على هذا الانجاز اللي حصلوا عليه في سنه 2021، ما شاء الله عندهم البطوله العربيه 4 انجازات من ميداليات برونزيه وفضيه، وكذلك في بطوله المملكه العربيه السعوديه المفتوحه. نعم. والمقامه في الدمام حصلوا على ذهبيه وفضيه وبرونزيه ما شاء الله عليهم. اي والله شيخ عسى الله يحفظك ان شاء الله. انا الامانه اول ما سمعوا صوتك استمتعوا وخذتهم البسمه. أيوة وجه لك تحيه شيخنا. الحمد لله واحنا استمتعنا والله بشوفتهم، مجرد يعني مشاركتهم في هذه البطولات. نعم. ورفع علم الكويت طبعا هذا شرف لنا في مجلس اداره اللجنه الاولمبيه، واتوقع كل الكويتي راح يفخر بهذا الشيء. إيه لما نعم. يشوف خامه طيبه من هالابطال تشارك برا في دول العالم كلها. نعم. وترفع علم الكويت، هذا فخر بالنسبه لنا. بالضبط، واحنا فخورين فيكم الله يطول لي بعمرك. ابي شيخ يعني لو تكلمنا عن الخطط اللجنه الاولمبيه الكويتيه في تطوير مستوى هذه اللعبه، سواء انه راح يلعبونها في الديره او راح ينافسون الابطال برا الكويت. طبعا لا شك هناك الكثير من البطولات ان شاء الله اللي راح يشاركون فيها في المستقبل. نعم. بحيث انه يحصلون على النقاط المطلوبه. نعم. اللي تاهلهم الى الاولمبيات ان شاء الله في 2024 ان شاء الله في باريس ان شاء الله. واللجنه الاولمبيه اليوم فاتحه جميع ابوابها للكل الأمانة. نعم. لان احنا اليوم عندنا 9 لجان مختلفه للفنون القتاليه. نعم. زين. نعم. واحده منهم المصارعه. مفتوح الباب للجميع بأن يشاركون معنا ونوفر لهم الصالة الآمنة بحيث أن يقومون باستعداداتهم للمشاركات الخارجية. أما بالنسبة للبطولات المحلية اليوم إحنا عندنا عدد صغير في المنتخب اليوم، منتخب مصارعة الحرة والرومانية عددهم صغير بسيط. نعم. فما أقدر أدخلهم مع لجان أخرى نفس الفنون القتالية اللعبات اللي مشابهة لهم اللي هي الجوجيتسو، لأن ممكن حركة بسيطة تأثر أو تصيب اللاعب. إيه نعم. يعني يصير كسر في الكتف أو في الركبة، فهذه تأثر على اللاعبين نفسهم. فكثر ما نقدر قاعد نحاول أن ننزلهم في معسكرات خارجية. نعم. يصير احتكاك بينه وبين لاعب مصارع وليس لاعب لعبة أخرى. جميل. إيه. فاليوم إن شاء الله مجهز لهم معسكر داخلي وفاتحين الصالات المقلقة لهم بحيث إنه يشاركون، وهم بعض الإخوان طلبوا انه يجون مدربين من الخارج. نعم. والحمد لله جونا مدرب امريكي مع محمد عبد الكريم. نعم. وقدر والله قدر انه يطور من اداءه ويشارك ويحصل على هذه الميداليات. نعم. وان شاء الله نكون يعني مو مقصرين وياهم بشيء. لا والله الامانه شيخ، يعني الامانه اول ما يبنى يعني تكلمنا عنك قالوا هو الدعم الاول والاخير، يمكن عسى الله يحفظك ويطول عمرك. ولا شيء ولا شيء. الحمد لله يا رب. أيوة. الواحد ما يبي لها الكلمه الطيبه، ووجودنا اليوم في اللجنه الاولمبيه لدعم جميع الرياضيين. ممتاز، الله يطول بعمرك شيخ، وكل الشكر للشيخ مبارك فيصل النواف لأحمد الصباح، عسى الله يطول بعمرك ويحفظك إن شاء الله ويخلي لك عيالك نقول أو إخوانك الصغار، عسى الله يطول بعمرك. الله يوفقك ويوفق إخواننا إن شاء الله. ما قصرت يا أخوي، شكرا على هذه المداخلة. الشكر لك، عسى الله يحفظك إن شاء الله. مشكور. العفو. يعني ما شاء الله اتوقع هذا بحد ذاته هو يعني يمكن حفزكم شوي حق البطولات القادمه. اكيد وايد عدل. اكيد. ايش كثر يهمكم لما يكون تواصل مع مدربكم، تواصل مع اداري متميز، تواصل مع رئيس اللجنه مثل الشيخ؟ والله اشوف ان يسهل علينا في اداء بدني وفي اداء نفسي. نعم. هو يسهل علينا الاداء النفسي بشكل مو طبيعي. جميل. اي سهل تتواصل وياه، تتعامل مع واحد تحس انه واحد من اخوانك. صحيح. الامانه يعني انا والله ما امدحه من فعل ما شاء الله عليه. تواصل شخصي. اي نعم. في حين اني انصبت في نيدسك انا من البطوله. نعم. يتواصل معي، يقول اي شيء تبي، اي علاج طبيعي، الموضوع عندي. صحيح. كذلك يتواصل مع الشباب كلهم ما شاء الله. نعم. ففي دعم، الدعم المعنوي هذا يزيد عندي انا شخصيا. العامل النفسي عندي يكون فل ان شاء الله.
أنا السادس. العمل النفسي عندي أهم من العمل البدني. إيه لا بالضبط. كل لاعب يحتاج الشيء هذا. عسى الله يحفظكم إن شاء الله. أنا بروح وياك سايق يعني. هل تؤيد الاحتراف؟ الاحتراف طبعاً. الاحتراف ممكن يحل مشاكل الكل تحديداً. الاحتراف الكل راح يحل كل جميع مشاكلنا الأمانة. إحنا كلنا موظفين يعني. وتمرين مرات يعني مثلا انا داوم نظام النوبات اروح تمرين مواصل مرات لا اي الا طبعا قبل طول يعطونا تفرغات ما يقصرون بقياده الشيخ مبارك طبعا ما يقصرون معنا بس طبعا غير لما تكون متفرغ حق لو يصير حالك حال الدول اللي تنافسها يعني الدول اللي احنا نلعب معاها هم متفرغين لعبة محترفين صح فالاحتراف الكلي طبعا احنا مكر رياضي مو بس احنا يعني الأمانة إن شاء الله يعني شايفة شيء إن شاء الله إن شاء الله متفائل في شيء قريب إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. والبطولات القادمة متى راح تكون؟ إن شاء الله آخر شهر 2 نعم بس ما قال الصايغ إيه وتجهيز إن شاء الله قبلها يكون 1/2 لـ24 هذا المعسكر الخارجي حلو. ووين راح تكون البطولة؟ في تركيا. تركيا إن شاء الله. أكيد عندكم أخبار عن الأبطال في تركيا وشلون وضعهم أو هل يعني احد فيكم لعب وياهم من قبل؟ انا لعبت مع اذربيجان دائما تشارك بتركيا. اوكي. وهم يعني ناس قدامه باللعبه هاي فاهمينها عدل. نعم. انزين اللجنه الاولمبيه الكويتيه يعني معاكم وفي شو اسمه في اول باول اذا احتجتوا يوم مثلا عندكم بطوله برا هل يتم الانتقال الى الدوله الثانيه اللي راح تكون فيها البطوله؟ مثلا لا 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 طبعا بصفه رسميه كل شيء رسمي اي طبعا اي خطاب من اللجنه الاولمبيه من الاتحاد اللي هيئه الرياضه وتفرغات يعني حتى يخلون تواصل شخصي مباشر اي وفي دعم من اللجنه يعني من اللجنه الاولمبيه نفسها ولا بس من الشيخ مبارك دعم من اللجنه ودعم من الشيخ اثنينهم ان شاء الله يعني اكيد هو اول شيء هيئه شباب الرياضه هي اللجنه الاولمبيه تكون تحت الهيئة شباب الرياضة الهيئة تعتمد تفرغاتنا تمام. طبعاً جميع التكاليف السفر المواصلات هناك استقبالنا من المطار للبطولة لكل الأمور هذه طبعاً يتكفلون فيها ما يقصر اللجنة الأولمبية عن طريق هيئة شباب الرياضة والأساتذة هناك مو مقصرين معنا للأمانة نعم. أي. حتى كان قبل بطولة العرب كنت محتاج مدرب أمريكي الشيخ مبارك ما قصر ساعد قدومه مع ظروف كورونا وكل شيء يا وداه معي البطولة إيه طيب أنا هو ما شاء الله يعني هو يكون التعاون ما بين الهيئة فكله مع تعاون جماعي الهيئة لجنة الأولمبية وإحنا كلاعبين وياهم إن شاء الله تعاون مع الكل جميل هي الهيئة تواصل مع اللجنة وإحنا كلاعبين نتواصل إن شاء الله وياهم لا 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 صايغ بما أنك أنت يعني ما حالفك الحظ وأخذت هذا لا 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 هل عدت خطة يعني هل جهزت نفسك حق المشاركات في البطولات القادمة إن شاء الله أكيد إن شاء الله أكيد هو أنا أهم شيء عندي أني أبعد عن الإصابات يعني أنا خلال تقريبا سنة واحدة حاشني رباط صليبي وكسر طولي في إيدي وحاشني خلع في الكتف فشوية يمكن شوية ما حالفني الحظ في البطولة بس لكن الحمد لله يعني وطبعا نسينا نوجه تحية حق كابتن فرير كابتن إسلام طلبة يعني هو مثل أخونا الكبير الأمانة دائما يحفزنا نفسيا وبدنيا عندنا أعداد كامل هو الأمانة بطل يعني فدائما كان يقول لي هذه إن شاء الله لعبتك هذه إن شاء الله لعبتك بس الحمد لله يعني هو هم الأداء يكون هو أهم شيء اللاعب يؤدي أداء حلو يعني يطلع بأداء حلو بالملعب فإن شاء الله إن شاء الله يعني حطينا أمان إن شاء الله على بطولة التصنيف العالمي إن شاء الله نشوف نتيجة حلوة إن شاء الله لا يستاهل تحية ودام إنه مطلع أبطال مثلكم كابتن إسلام إن شاء الله للعلم الكابتن إسلام لاعب أولمبي إن شاء الله ما شاء الله كابتن إسلام أحد اللاعبين الأولمبيين إن شاء الله عليه تواصل ويانا لحظة بلحظة يوميا هو شبه يوميا نتواصل معنا إن شاء الله التغذية وكل الأمور يعني مو بس الموضوع مصارعة وبس التغذية التمارين البدنية الجانب النفسي كل شيء جميل لا 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 يلا نروح ايش رايكم نروح اتصال ويا المدرب نفسه ان شاء الله يسعدنا والله كابتن اسلام يستاهل كابتن اسلام هل تسمعني اي اسمعك السلام عليكم مساكم الله بالخير الله بالنور اهلا وسهلا عليكم السلام الشباب مستمتعين في صوتك عسى الله يحفظك ان شاء الله هذول اخواني قبل ما يكونوا لاعبين
الله يعطيك العافية. كابتن يعني شلون تنظر حق الإنجازات اللي حققوهم الشباب؟ يعني ما شاء الله ذهب وفضة ومع الأسف إنه تعور كتفه. إيه ما شاء الله طبعا إنجاز ممتاز بالنسبة لرياضة المصارعة، رياضة حديثة في الكويت. أول مشاركة لنا دولية كانت 2019. نعم. بمشاركة اللاعب محمد فهد ومحمد عبد الكريم، والاثنين جابوا 3 ميداليات. ما شاء الله. بعد كده 2020 شارك اللاعب محمد فهد في بطولة التصنيف العالمي وحقق المركز الثالث في بطولة عالمية، طبعا ده إنجاز كبير. نعم. وبعد كده 2020 جبنا 3 ميداليات برونزية وواحدة فضية في بطولة العرب. 2021 الحمد لله بطولة الدمام عندنا 3 ميداليات، ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية. وفي طبعا ميدالية راحت مننا، يمكن هو مو حابب يتكلم، محمد عدنان الصايغ. محمد الصايغ قبل النهائي. نعم. واخر شيء يعني الاتحاد السعودي بدل التوقيت بتاع مبارياته بدون ما يبلغوا الوفد الكويتي. نعم. فده كان ليه اثر ان احنا نخسر ميدالية زيادة، يعني ميدالية محمد عدنان الصايغ. نعم. ان شاء الله يعوضها بالجايات ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن اسلام، يعني وانا ودي اعرف منك ما هي ابرز المعوقات التي واجهتكم يعني كجهاز فني اثناء البطولات؟ الحمد لله بصراحه اللجنه الاولمبيه الكويتيه كانت داعمه لنا اي شيء نحتاجه. نعم. ما كانش في اي معوقات داخل الكويت، بس شويه انه التنظيم في الاتحاد السعودي شويه كان يعني اقل شويه من المطلوب، اللي هو كان مواعيد وكده. ولكن كان كلجنة أولمبية كويتية بصراحة ما قصروا يعني ويانا وسووا كل شيء نبي الحمد لله. الحمد لله. الكابتن سلام، شلون شايف أو كيف ترى مستقبل لعبة المصارعة الحرة في الكويت؟ لا إن شاء الله يكون ليها مستقبل كبير، وخصوصا إن اللعيبة قدرت تحقق نتائج في وقت قصير جدا وبعداد قليل جدا. إن شاء الله مع الوقت ومع الإعداد ومع الدعم بتاع اللجنة الأولمبية الكويتية ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه يكون في انجازات اكبر باذن الله، خصوصا ان احنا عندنا خامات ممتازه للاعبين الكويتيين ما شاء الله. يعني عندك 3 منهم ما شاء الله في وقت قصير جدا حققوا ميداليات كويسه جدا، محمد فهد ومحمد عبد الكريم محمد عدنان، وعندنا يمكن 3 أو 4 كمان مميزين جدا، عبد الله حيدر وعبد الله عبد الكريم اخو محمد ويوسف المساوي. عندنا ما شاء الله خامات طيبه، وان شاء الله باذن الله تكون انجازات الفتره الجايه كثير باذن الله. يعني كابتن انا ما ادري انت اذا قاعد تشوفنا ولا ما تشوفنا. لا اكيد بتابعكم طبعا. قاعد تابعنا. يعطيكم الف عافيه، الصراحه الابطال كانوا محتاجين شيء يدعمهم نفسي المقابله اللي سويتوها وياهم. يستاهلون هذا وجودهم شرف لنا. الله يعطيك العافيه يا كابتن. الله يعافيك. لا لا لا، منو فيهم متعبك في التمارين؟ لا بالعكس ما شاء الله ملتزمين جدا. حتى خلي اوقات نتمرن الصبح الساعه 8 الساعة 9 الصبح، وما شاء الله كلهم ملتزمين، حتى اللي عنده دوام يخلص دوام ويجي يتمرن، ما شاء الله الكل ملتزم ما شاء الله. أمانة هو يتعب ويانا وايد، يعني وايد يتعب ويانا كابتن اسلام، يتعب ويانا بطريقة يعني ما حد يتخيلها. إيه. الأمانة يعني حتى لو يكون دوام هذا بعز تعبه يكون فوق راسنا، يعني ما يهدنا أقل شيء إن شاء الله عليك كابتن اسلام. للأمانة يعني كابتن اسلام واحد من اخواننا، يعني بس انه كابتن تواصل بكل شيء ما شاء الله عليك كابتن اسلام، فله يعني مني شكر خاص الكابتن اسلام. ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. والله يعطيك العافيه كابتن. سعيدين في 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 وجودك معنا في هذا البرنامج وسماع صوتك. والله وان شاء الله يكون لنا مقابله ثاني ان شاء الله بعد اقرب انجاز باذن الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله. شكرا لك على وجودك معنا في هذا البرنامج وعلى هذا الاتصال وعلى اعطائنا من وقتك الجميل والثمين. يعني الابطال ما شاء الله يعني والله احنا سعداء بالمقابله هذه في هذا الاتصال. جدا سعداء والله. يعني انا لو بتعرف على يعني على لعبتكم وعلى هذا اكثر واكثر، في بعض المصارعه انا اشوفها هي تكون مثل ما تقولون داخل شبك. هذه شنو نوع من المصارعه هذه؟ هذه فنون قتاليه مختلطه. فنون قتاليه مختلطه. اي مسموح فيها الطق بكل الاماكن. MMA هذه MMA. انزين يعني لعبتكم شنو اقوى شيء فيها اللي خلاص انت كذي طلعت على قولتهم عن خارج نطاق اللعب؟ يعني هل هي شلون الطريقه هي اللعبه شلون تندار يعني اساسا؟ تقصد ضربه قاضيه يعني في اللعبه؟ اي مثلا تثبيت او عدم التكافؤ. اوكي. عدم التكافؤ تجيب 10 نقاط، يكون الفرق بينك وبين لاعب 10. وتثبيت اذا اكتاف اثنيناتهم حاشوا الارض.
اوكي لا 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 لا. كم حكم يدير هذه اللعبه وشلون طريقه؟ يكون ثلاثه عاده لاعب على البساط ويانا اوكي وفي اثنين نعم هو واحد مسؤول عنهم في حين الاختلاف على نقاط او عن شيء يكون مسؤول البساط هو اللي يحدد طبعا يطلعون الشاشه يتاكدوا من النقاط يكون مسؤول الحكام هذا هو الكلمه خلاص له يشوف الاوكي يعطي الاكيد حق الحكام خلاص في اختلاف احيانا بعض الاشخاص يشوفون ان هذه تسوى نقطتين بس ويتسوى ثلاث اي فمنه اللي يحدد هنا مسؤول المصاد جميل هو المسؤول عن كل شيء جميل لا 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 صايق نرجع لك احنا قبل لا نختم معاكم اللقاء شنو حاب تقول عن هذه اللعبه واللي مايا وتعرف على هذه اللعبه الجميله والله الامانه يعني احنا شوي تاخرنا في الكويت بهاللعبه نعم الدول برا يعني هي اقدم لعبه بالتاريخ مثل ما قلت فالدول كلها عندها منتخبات جاهزه وتشارك في الاولمبيات وهذا لكن لحسن الحظ يعني الحمد لله بلشنا فيها بلشنا نحقق انجازات ونعتبر من ابرز دول بالخليج اذا ما كنا الابرز يعني ما شاء الله انجازات شباب ونعم هذه نحتاج بس دعم من ناحيه النوادي ناحيه المراحل السنيه الصغيره احنا ان شاء الله عمر معين و ونوقف اللعبه اكيد احنا نبي الجيل شباب لا لا يعني اقصد راح يجي الجيل اللي بعدكم نبي فئه الناشئين نبي نبي الاطفال الناشئين نسوي لك جيل قادم ينافس على الاولمبياد خاصه ان هذه مو لعبه عاديه لعبه اولمبيه يعني صح مثلا مثل ما قلت تو لعبه القفص اللي امامي هي لعبه غير اولمبيه لعبه خاصه يعني هي لعبه خاصه تشارك باسمك مو باسم المنتخب اما احنا اي ميداليه تجيبها مو لك شخصيا حتى باللوحه اللعب تشوف علم الكويت قبل اسم اللاعب يعني بالنهايه انت ترفع يعني ترفع علم الكويت فتحتاج دعم يعني ان شاء الله المسؤوليه غير في الرياضه هاي عكس الام يا اخوي ابو احمد ما تمثل نفسك حلو المسؤوليه عليك انك تعود المسؤوليه انك قاعد تمثل كل الكويتيين نعم يعني دخل انا يوم لعبت التصنيف العالمي شوف علم الكويت بالمنصه هذا شيء خيالي نعم انت تلعب الحين بس يعني باسم كل الشباب الكويتيين صح باسم كل الاشخاص نعم بس وحاب للأمانة قبل الختام إني في بعض الأشخاص لهم أضعف عندي أنا شخصياً نعم. الكباتن اللي ساعدوني أولاً الكابتن طلعت هذا الشخص صاحب فضل علي للأمانة نعم. كذلك الكابتن إسلام والكابتن أسامة هؤلاء الأشخاص لهم فضل علي أنا شخصياً وكنت حاب إني أقول أسمائهم ويانا هني يستاهلون إنك تذكر أسميهم والله يعطيك العافية شكرا الله يعافيك شكرا محمد شكرا محمد شكرا الله يعطيكم الصحه والعافيه الله يعافيك استمتعنا في وجودكم والله استمتعنا وياك والله الله يحفظكم وانتم ابطال ان شاء الله ونتمنى نشوفكم رافعين علم الكويت في ان شاء الله تركيا في كل الذهبيات ان شاء الله اللهم ان شاء الله والاولمبيات ان شاء الله مشكورين وايد لا حياك الله الله يسلمك يعافيك احنا بكذي اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا فرحه وطن وهذا البرنامج المتميز اشكر كل من يعمل على غدا من وساق لانجاح مثل هذه البرامج الجميله والشكر موصول لكم على حسن متابعه اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله طوال الله